السلام عليكم. سوف نشرح في هذه الجلسة كيفية إنشاء النماذج في صفحات HTML. هذا مثال على نموذج لتسجيل حساب في فيسبوك، وهذا مثال آخر على نموذج لتسجيل الدخول إلى فيسبوك. النماذج مكونة من مجموعة من الحقول، حقول نصية وحقول باسورد، قائمة اختيارات، وهذا النوع من الحقول يسمى راديو بوتنز، ويمكنك أن تختار خيار واحد فقط من مجموعة من الخيارات المتاحة، وهناك أنواع أخرى من الحقول. وهنا مثال آخر عن النماذج. وأيضا هذا مثال. الآن سوف نقوم بإنشاء النموذج الخاص بنا. حتى نقوم بإنشاء النموذج، في البداية نكتب اسم النموذج form، بعد ذلك method يساوي post. هذه هي الطريقة التي يقوم النموذج بإرسال البيانات فيها. هناك طريقتين post و get. تتعلق هذه الطريقة ببرمجة صفحات الويب، سوف نتحدث عنها لاحقا. أكشن هي الصفحة التي سوف نقوم بإرسال البيانات إليها. لن نخوض بالتفصيل في هذه الصفات، لكن سوف نضعها مبدئيا. كما ذكرنا، هناك عدة أنواع للحقول في النماذج. فهناك الحقول النصية العادية، وهناك الحقول النصية لكن التي يتم فيها إدخال الباسورد، بالتالي يجب أن تكون مرمزة، إما أن تكون على شكل نجوم أو دوائر. وهناك الأنواع الأخرى. حتى نقوم بإضافة حقل، نكتب input ومن ثم نوع الحقل. من أجل الحقول النصية فالنوع هو text. بعد ذلك هذه البيانات التي يملأها المستخدم في النموذج سوف ترسل إلى صفحة أخرى لمعالجتها، وكل قيمة سوف يكون لها اسم متحول خاص فيها. لذلك عندما نقوم بإنشاء الحقل سوف نضيف إليه اسم هذا الحقل، مثلا username. الآن سنضيف حقلا آخر لكلمة المرور، هذه العبارة سوف تظهر للمستخدم بجانب الحقل، وهنا نكتب نوع الحقل password واسم الحقل مثلا باس. لكل نموذج يجب أن يكون هناك زر لإدخال البيانات. نلاحظ هنا هذا الزر يقوم بإرسال هذه البيانات للصفحة التي سوف تقوم بمعالجتها. هذا الزر يسمى submit، أي إدخال البيانات. فهنا قم بوضع type submit، عفوا، وهنا نكتب submit مثلا، ونضيف صفة value نكتب فيها الاسم أو الكلام الذي سوف يكتب على الزر، مثلا إدخال بيانات، ولا داعي لأن نكتب شيئا. سوف نقوم باستعراض هذه الصفحة. كما نلاحظ، هذا الحقل لكتابة الاسم، وهذا الحقل لكتابة كلمة المرور. عند الضغط على زر إدخال البيانات، سوف يقوم بنقلنا إلى الصفحة التي سوف تستلم هذه البيانات. طبعا هذه الصفحة غير موجودة، فلا نظرنا شيء. يمكننا أن نكتب بشكل سريع صفحة لاستلام هذه البيانات، سوف تكون باستخدام لغة PHP.
الآن سنجرب إدخال البيانات وإرسالها. هناك مشكلة. طيب نقوم بإدخال البيانات. انتظر لنا. الآن نريد إضافة حقول أخرى، مثلا أولا سنرتب الإظهار قليلا، سوف نضيف هنا سطر. وهنا سطر آخر. طيب الآن نريد إضافة حقل اختيار أحد خيارات التحكم الذي يسمى راديو بوتونز. فنختار راديو، والاسم مثلا سوف يقوم المستخدم باختيار جنسه ذكر أو أنثى، فنختار جندر، والفاليو لتكون ذكر. نقوم بالعرض. ظهر لدينا خيارين لكن بدون أي نص يعبر عنهما، وسوف نقوم بإضافته هنا. ذكر. سوف نقوم بإضافة تعديل صغير إلى الكود. سنكتب هنا label ونشاهد ماذا سيحصل. لم يتغير شيء، لكن أصبح بإمكاننا أن نضغط على كلمة على هذه العلامة فيقوم باختيار هذا الخيار، لكن هنا لا يمكننا أن نضغط، يجب أن نختار على الدائرة. طبعا هذا يسهل الاختيار. يمكن أن نكرر العملية من أجل الخيار الثاني. ونضيف هنا ID. إذا ليبل تستخدم لتسهيل الاختيار سواء في راديو بوتونز أو في التشيك بوكسز. طيب الآن نريد أن نضيف مجموعة خيارات يمكن المستخدم أن يختار منها أكثر من خيار، والتي تسمى بالتشيك بوكسز، لتكن مثلا الشهادات التي حصل عليها المستخدم. فنريد أن نسأله عن الشهادات. أيضا نضيف input. type checkbox name مثلا certificate أو degree، value قيمة هذا الخيار الذي سوف يقوم باختياره مثلا degree 1. بنفس الطريقة سوف نقوم بكتابة label بدلا من أن نكتب نصا عاديا. وبنفس الطريقة نكرر
الكتابة العربية في نوتباد سيئة. طيب نجرب. طيب هنا يمكننا الاختيار. طبعا لدينا مشكلة، أنا الليبل هنا for degree 1. وهكذا يمكن أن أختار أكثر من خيار. سوف نعدل قليلا في صفحة استلام البيانات. قام بإظهار اختيار واحد فقط من الخيارين قم باختيارهما. طبعا هي مشكلة في البرمجة، يجب أن نضيف هنا degree على شكل مصفوفة. تمام، طيب نجرب. ذكر باستخدام زر تاب يمكن الانتقال إلى الحقول التالية. وهكذا نجد تم استقبال البيانات بشكل صحيح. طيب النوع الآخر الذي سوف نتحدث عنه هو قائمة الاختيار. سلك. لإضافة خيار إلى القائمة option و value، وهي قيمة متحول التي سوف يتم إرسالها. مثلا وهكذا قمنا بإضافة قائمة اختيار إلى النموذج. يمكننا أن نختار إحدى هذه الخيارات أن تكون خيار افتراضي بإضافة selected. آخر نوع من الحقول الذي سوف نقوم بالتعرف عليه هو حقل النص الطويل أو ما يسمى بـ text area.